خالد الصاوي، ممثل ومخرج وكاتب مصري معروف، درس الحقوق والإخراج السينمائي وبدأ مشواره الفني على المسرح، وبرع بجميع الأدوار التي قدمها سواء في السينما أو التلفزيون، حتى أطلق عليه الكاتب صلاح منتصر الفنانون خالد الصاوي. ولد الفنان المصري خالد الصاوي في يوم 25 نوفمبر سنة 1963 في محافظة الأسكندرية لعائلة مصرية ميسورة الحال، ودرس جميع المراحل الدراسية في الأسكندرية إلى أن تخرج من الثانوية العامة مع معدل جعله يكمل دراسته الجامعية في كلية الحقوق جامعة الأسكندرية، وتخرج منها سنة 1985، ثم حصل على بكالوريوس في الإخراج السينمائي من أكاديمية الفنون. كان خالد عاشقا للسينما والتمثيل منذ الطفولة، وكان دائما الهروب من المدرسة لكي يذهب إلى قاعات السينما، كما تم فصله في أحد المرات من المدرسة بسبب كتابته كلمة كباريه على لوحات المدرسة. بدأ النجم المصري حياته المهنية في العمل كمحامي، لكن لم يعمل بها لفترة طويلة، ثم انتقل للعمل في مجال الصحافة والترجمة، وبعد تخرجه من أكاديمية الفنون اتجه للعمل في مجال الإخراج بالمسرح الجامعي، وأخيرا حصل على وظيفة حكومية حيث عمل كمخرج في قناة النيل بالتلفزيون المصري، ولا يزال حتى يومنا هذا يجدد أجازاته بدون راتب من أجل التمثيل. وإلى جانب جميع المواهب التي يتمتع بها خالد الصاوي من عمل كمخرج وصحفي وممثل، إلا أنه يمتلك موهبة كبيرة في كتابة الشعر، حيث يمتلك عدد لا بأس به من القصائد، أبرزها قصيدة نهاية التاريخ وعايز أعيش. أما بدايته الحقيقية في مجال التمثيل كانت سنة 1990 عندما قدم له المخرج محمود عبد الشافي فرصة الظهور أمام الفنانة نبيلة عبيد والفنان صلاح السعدني، وذلك في فيلم ضرب الرهبة، ثم حصل على دور في فيلم حصل يا سعادة البي، لتتوالى عليه العديد من الأدوار البسيطة في السينما والتلفزيون. نال شهرة واسعة بعض الأدوار التي قدمها، وأثبت للجميع الموهبة الكبيرة التي يمتلكها من خلال براعة وإتقان الشخصيات التي يقدمها، الأمر الذي جعله فيما بعد واحد من نجوم الصف الأول في الوسط الفني المصري. قدم الفنان خالد الصاوي الكثير من الأعمال الفنية المميزة خلال مسيرته الممتدة حتى هذه اللحظة، وأصبح واحد من قامات التمثيل في مصر. ومن أبرز أعماله السينمائية شارك في فيلم جمال عبد الناصر والباشا تلميذ، ظرف طارق، الجزيرة، كده رضا، الفاجومي، الفيل الأزرق، خيال مآتة، الفلوس، الضيف، صندوق الدنيا، أحمد نوتردام. أما بالنسبة لأعماله التلفزيونية فشارك في مسلسل أم كلثوم، محمود المصري، عيون رماد، أهل كايرو، خاتم سليمان، على كف عفريت، الصعلوك، هي ودافنشي، اللي ملوش كبير، القاهرة كابول، الاختيار في جزءه الثالث، والذي حقق نجاحا كبيرا من خلال شخصية خيرت الشاطر التي قدمها. خطب الفنان خالد الصاوي 3 مرات قبل زواجه، في المرة الأولى كانت في عمر 21، والتانية في عمر 24، أما الثالثة كانت وهو يبلغ من العمر 41 عام، لكنه لم يوفق في أي واحدة منهم. تزوج وهو في عمر 42 من سيدة تدعى مي صبري زكي كريم سنة 2014، بعد أن تعرف عليها خلال مؤتمر للحزب الشيعي، وهي ابنة الشاعر الكبير مدحت صبري وجدها هو وزير الصحة السابق صبري زكي، كما أنها من أحفاد محمد كرايم الزعيم السكندري الباسل. حصد النجم خالد الصاوي على العديد من الجوائز بسبب إتقانه الكبير للشخصيات التي يقدمها والموهبة الكبيرة التي يمتلكها، نذكر منها أهم الجوائز، حيث حصل على جائزة أحسن ممثل عن دوره في فيلم كده رضا من مهرجان الأسكندرية السينمائي، كما نال جائزة الأداء المتميز من المركز الكاثوليكي سنة 2008. حصل أيضا على جائزة أحسن ممثل من مهرجان الإذاعة والتلفزيون عن دوره في مسلسل قانون المراغي، بالإضافة إلى تكريمه من المسرح العربي في الشارقة عن عطائه للمسرح
كما فاز بجائزة الإبداع من مهرجان أوسكار السينما المصرية سنة 2010 عن دوره في فيلم الفرح.